السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم بتشوفوا فيديو اليوم. برحب بكل الموجودين معنا ومشتركين يلي انضموا لنا من جديد، بقلكم أهلا وسهلا فيكم ونورتوني، وإن شاء الله الوصفة اليوم تنال إعجابكم. أنا وزوجي حضرنا مع بعضنا أطيب برياني بالدجاج بطريقة جدا سهلة والنكهة شهية جدا، بتمنى تجربوها وتخبروني برأيكم بالتعليقات. راح تبيض وجهكم قدام ضيوفكم إذا جربتوا، إن شاء الله ما راح تندموا، بتمنى تجربوها. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم فيديوهات القادمة. خلينا نذكر الله ونصلي على النبي ونبلش بالفيديو. طايرين كبار بدي اقسمهم يعني كل واحدة يصيروا تنتين تقريبا، الوزن قريب الكيلين. في عندي سنين توم بدي اهرسهم. بس سنين بكفوا؟ بكفي، بس هيك يعطوا طعم للدجاج. ملعقتين زبادي يوغورت، لبن ملعقتين كبار، في عندي ملعقة كبيرة عصير ليمون، بدي أحط ملح. كم ملعقة؟ ملعقة ونص. ملعقة ونص. ونبلش بالبهارات. توكلي على الله. ملعقة صغيرة كزبرة. تمام. وملعقة صغيرة كاري، أو إذا توفر بهارات البرياني فينا نضيفه، بهاراته الخاصة بالبرياني. أنا ما عندي. وفي عندي ملعقة فلفل أحمر مطحون، حرارته متوسطة، لا يبرد يعني لا يبرد ولا حار. والبابريكا عندي بيردة يعني حلوة. كلهم ملعقة أو ملعقة تقريبا. ملعقة صغيرة بحط وملعقة كركم وزنجبيل. هلا الزنجبيل إذا توفر الفريش أكيد بيطلع أطيب. ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة أنا حطيت مطحون، ونص ملعقة فلفل أسود. هذول هن البهارات. وبدي أحط زيت بما أنه الدجاج عندي منزوع الجلد، فإجباري بدي أحط زيت كمان. عم بستخدم زيت الزيتون، 3 ملاعق بدك تقول، 3 تقريبا تقريبا. وبدي اخلط هذول المكونات، وبدي احط الدجاج نتبل بهاي الخلطه اللذيذه. بدي اغطيه ستريش فيلم أو ورق البلاستيك الغذائي، وخلص هيك بدنا نتركه. تمام، هيك بدك تتركيه ساعتين، ما هيك حاليا ساعتين إن شاء الله. وبدي أنقع الرز، في عندي 3 أكواب رز بسمتي، حبين طويلة 2، آخر كاسة، وملعقة كبيرة ملح عشان ما يتكسر حبة الرز. والملح بس مشان ما يتكسر، ايه مشان ما يتكسر بس. وهيك بدي اتركهم. مي عادية من الحنفية انا حطيت، يعني نص ساعة لساعة. بدك تتركي هيك منقوع؟ ايه، بما انه الدجاج كمان بالنقعة ليكو. تمام. وهدول بدي اتركهم نص ساعة يعني، بدي استخدمهم ونبلش بالطبخة ان شاء الله. ان شاء الله. في عندي حبتين من البصل كبار. بدك تفرميهم ناعم ولا كيف؟ لا بدي اعملهم هيك جوانح يعني شرائح رفيعه. عندي حبتين بندوره بدي ابرشهم، يصيروا معي ناعمين يعني. هذا هو الكميه. النار عندي قويه، بدي احط الزيت نباتي، بدي احط البصل. ونقلبه واخذ لون يلي بدنا اياه، كرمل يعني. هذا هو راح الصورة عن قريب. حط النار، اشيله، حطه بصحن. ها بدك تشيلي يعني؟ انا فكرت فورا بدك تحطي البهارات فوق. بدي اخلي شوي جزء منه، جزء بسيط. بدي احط الدجاج. بتحطيه كله سوا؟ لا بحطه كله.
هيك بدك تقلبيه لامتى؟ لحتى يعني كل القطع هيك يعني تتحمص شوي ويتغير لونه. وهلا بدي احط البهارات الصحيحه. ورجينا تجيبي هذا الهنا، ورق غار، عود قرفه، واللومي، الليمون المجفف، وعندي شويه قرنفل 3-4 حبات، ومقدار ملعقه متوسطه بدك تقول هيل صحيح، وفي عندي قشر برتقان. هذول هيك مشان يعني يعطوا يعني نكهات للدجاج، وبنفس الوقت ما يطلع يعني زفره من الدجاج نفسها، يعني زنخه الدجاج يشيلها. ايه اذا يعني فيه طعمات غير مستحبه يعني تنشال بيشيل. ايه هيك مجرد 5 دقائق بدنا نقلبهم، وبدي احط البندوره ونسكر عليهم ونتركهم لينضجوا يعني يستووا. صار لي عم بقلب فيهم 5 دقائق، وهلا بدي احط البندوره يلي برشناها صايره مثل مي. تمام. الله كمان بدك تخلطيه شوي. بدي اخلطه وخلص، بدي يعني اوطي النار واتركه لبين ما يستوي. سكري عليه لبين ما يستوي الدجاج بالكامل. هون في عندي كميه وفيره من المي عم تغلي، حطيت لها زيت نباتي 3 ملاعق كبار، وبدي احط لها شويه ملح، ملعقه كبيره يعني، عشان بدي اطبخ فيه الرز. ملعقه كبيره ملح، بدي اضيفه مباشره هون. ايوه يعني بس 6 دقائق بعدين بدك تشيلي. بس 6 دقائق الله هيك، والدجاج عندي استوى الله، بس مجرد 6 دقائق وبدي اصفي واوزعه فوق الدجاج، وهيك يعني قربنا نخلص الطبقه. يا عيني يا عيني يا عيني، استوى انا شفته. وهون في عندي شويه لوز وكاجو. لوز وكاجو هالشي اختياري اكيد. بدي اقليه، حطيت له شويه زيت. هذا مشان التزيين، بس التزيين. بدي اوزع طبعا مباشره فوق الدجاج. تمام. بدك تخلطيه ولا خلاص؟ الرز ما هو مستوي عندي، بده يكمل سوا. الله، بس هيك ولا بدك تخلطيه مع التحت؟ لا هيك بدي اتركه هيك. بس هي بدي اجيب البصل. بدك تحطيه من فوق. واللون كافي من تحت، رح ياخذ لون. والله اذا اوقات عم بحط له لون كمان، لون اصفر اي ملون الطعم. الله حاليا اذا توفر الكزبره الواحد بيحط كزبره، بس انا عندي بقدونس عم بحط بقدونس. الله، النار هادية ما هيك؟ النار هادية. ايه بدي اتركهم تقريبا 10 دقائق وبدي اطفي عليهم، ومن بعدها بدي اتركهم يرتاحوا كمان 10 دقائق وبعدين بنسكب. يعني ان شاء الله 20 دقيقة بكون جاهز. بنسكب الطبخة ان شاء الله. وبدي احط شوية زبيب. طبعا بالوصفة الأصلية ما بحطوا زبيب، هو البرياني الهندي. اختياري، هو اختياري. هاي الطبخة هندية. بدي احضر صوص الزبادي مشان اكله مع البرياني. ايوه النعناع. عندي شوية نعناع. لا ما بقدونس ما راح احط، لا. ها معناتها النعناع. بس نعناع. وشوية ثوم. وشوية لبن. لبن وثوم. لبن. وثوم. في عندي ثوم. الثوم الكمية برجع لحسب الرغبة، يعني كل واحد كيف يحب. شوية ملح. بدي أدقهم. بدي شوية عزم. بدي شوي. ناعم التومات. بدي أحط له رشة نعناع يابس. خلص هذول هن المكونات. هذا هو مكوناته. بده مي ولا ما في داعي؟ ما في داعي. وخلص طفيت النار، بدي اتركهم يرتاحوا 10 دقائق وبعدين بدنا نسكب الطبخة ان شاء الله. وجهزة طبختنا بدنا نسكبها. يا عيني يا عيني، اطيب اكلة شايفين؟ شو رهيب. مثل ما بيعملوا للمقلوبة اليوتيوبرية او التيك توكرية هيك بيعملوا، ما بعرف. المهم يا عين يا عين يا عين يا عين، صبي دمع. نطالع شوي رز ابيض من تحت لحتى هيك صار اطيب برياني، بتعرفي؟
والله البرياني عامة طيب، هذا للعزائم والمناسبات ما هيك، المناسبات الفخمة. أنتوا إذا جربتوه بطريقتي إن شاء الله ما راح تندموا، إن شاء الله راح ينال إعجابكم مثل ما عم يعجبنا، إن شاء الله أنتوا كمان راح يعجبكم. وطبعا بدنا نزينه على كيفنا، في عندي شرائح من الليمون، وهدول بدهم يزيدوا البندق، يزيدوا الطعمة لزازة أكثر يعني. ورجينا هيك، والرز مفلفل والدجاج ما شاء الله دايب دوب، والألوان شيء رهيب، شوفت عينكم، لازم تجربوها، ضروري تجربوها. يا عيني يا عيني على الله، الوصفة مضمونة وناجحة بإذن الله ولذيذة، والطعمة على كفالتي، أنتوا بس جربوها على كفالتك، على كفالتي. يلا بلشوا بابا، بلشوا خذوا ونسكب للمصور. المصور ما المصور مو لأبو محمد، الأبو محمد نور عيوني. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا رب، ألف صحة وهنا عقلبك. هذا حصتي، شايفين فلفلة الرز ما شاء الله، الوصفة إن شاء الله بإذن الله مضمونة. هاي الرز مفلفل والدجاج دايب دوب، ما بده حكي. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو، فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق، وانتظروني بفيديو جديد. مع السلامة، في أمان الله.